بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا. أحياكم الله أحبتي في برنامجكم مقترب. اليوم حنتكلم عن نموذج من نماذج الاقتراب. اليوم حنتكلم عن قصة حقيقية لإنسان رعاه الله سبحانه وتعالى بعين رعايته، مر بتجارب صعبة وعجيبة وغريبة، لكن الصدق في الإنسان، الصدق في الإقبال على المولى سبحانه وتعالى جعل هذا الرجل يصل إلى مبتغاه، وجعل هذا الرجل يصل إلى الحقيقة التي كان ينشدها ويرجوها. اليوم حنتكلم عن رجل مر بخمسة رجال، مر بخمسة رهبان، مر بخمسة علماء تقريبا، وأفنى حياته في خدمتهم حتى يصل إلى أعظم نبي، حتى يصل إلى أعظم رسالة. ما الذي رعاه؟ من الذي اعتنى به حتى وصل إلى هذا النبي إنه الله؟ لما؟ لأنه كان صاحب قلب صادق، لأنه أدرك فرغب. هذا الشيء اللي بنتكلم عنه في برنامجنا أحبتي. حقيقة يعني البرنامج في القرب من الله سبحانه وتعالى يتمثل بوضوح بجمال في هذه القصة، إنها قصة سيدنا سلمان الفارسي. هذا الرجل، هذا الشاب الذي تربى في حجر والده، والده كان سبحان الله كان أغنى أغنياء القرية، والده كان صاحب ضيعة كبيرة فيها من الخيرات الشيء الكثير، وكانوا على ديانة المجوسية، وكان يحب الأب، يحب سيدنا سلمان حب شديد، وكان يخشى عليه ويخاف عليه يعني لدرجة أنه من شدة الحب حبس سيدنا سلمان في البيت، وتربى سيدنا سلمان على المجوسية حتى صار قيما على النار، صار هو اللي تعهد عشان ما تنطفي النار عندهم في أصبهان أو في أصفهان، في تلك المنطقة حيث كانت المجوسية تعبد النار. الشاهد دارت الأيام، ويوم من الأيام الأب ما استطاع يروح للضيعة فيجمع الأموال ويجمع ويحصد الخيرات، فقال لابنه سلمان: يا سلمان، هل ذهبت اليوم عني وحصدت وأخذت ما يجب أن يؤخذ من تلك المزرعة، من تلك الضيعة؟ فذهب سيدنا سلمان، وهو في الطريق رأى كنيسة، ورآهم يصلون فيها ويتعبدون الله فيها، فأخذه وأعجبه حالهم، فأراد أن يتعرف، فتعرف على ديانتهم، وقع في قلبه أن هذه الديانة أفضل من المجوسية. رجع إلى والده بعد أن تأخر عليه، وتأثر الوالد من غياب سلمان: أين كنت يا سلمان؟ قال له: يا أبي، وأنا ذاهب إلى الضيعة، وجدت بطريقي كنيسة، ووجدت أن ما هم عليه خير مما نحن عليه. قال: لا يا سلمان، كعادتي أحيانا أهل الضلال يتمسكون بضلالهم. فقال: لا يا سلمان، بل ما نحن فيه وعليه خير. قال: لا يا أبتاه. الأب خاف على الولد فحبسه وقيده بالسلاسل حتى لا يرجع بعد ذلك إلى الكنيسة. أرسل سيدنا سلمان مرسول وقال لأهل الكنيسة: إذا وجدتم أحد يخرج إلى أصل ديانتكم، حيث أخبروه أن أصل الديانة بالشام، إذا وجدتم قافلة ترحل إلى الشام فأخبروني، فإني سوف أرحل معها. لما؟ بحثا عن الحقيقة، رغبة في الإقبال على الله، تمنيا أن يكون قريبا من الله تعالى في علاه. هذا المحتاجين أحبتي، هذا الباعث إذا جاء في الإنسان يحتاج أنه يجدد الهمة في الإقبال على الله. هذه الرغبة في ترك الباطل، في ترك المنكر، في البعد عن كل ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن تكون مؤصلة وقوية فينا. جاء الخبر لسلمان أن هناك قافلة، انطلق سيدنا سلمان، حل القيود، ذهب مع القافلة حتى وصل إلى الشام، وقال لهم: من خير من في هذه الأرض؟ قالوا له: هذا الأسقف. فذهب عنده وأخبره بمقصده، وقال: إني تركت ديانتي وتركت بيتي وعشيرتي رغبة في هذا الدين، فهلا جعلتني عندك أتعلم هذا الدين؟ فقال له: ابق عندي. وأصبح مع الأيام يرى الناس وهم يضعون الصدقات قربة إلى الله عند هذا الأسقف، فهذا الأسقف كان يكذب عليهم ويأخذ الصدقات ليوزعها على الفقراء، ولكن
كان يضمها عنده حتى جمع 7 قلال من الذهب والورق أي الفضة. ثم لما مات وإذا بالأصحاب القرية يريدون أن يدفنوه وكانوا يترحمون عليه، فقال لهم وقد كان يبغضه بغضا شديد لأنه أساء إلى الديانة، قال بعد ذلك: هذا الرجل ليس بصادق وهو يقول وهو يدرك المعنى. قالوا له: تتكلم على الأسقف؟ قال: انظروا المال الذي كنت تقدمونه له أين كان يضعه، إني أعرف أين كان يكنزه. ما صدقوا، كان الأمر جدا صعب وصعب حتى على سيدنا سلمان، لكن رعاية الله ما جعلته يقول لا، شفت هؤلاء الدجالين، هؤلاء الكذابين. كم إحنا الآن نشوف صور باسم الإسلام تطعن في الإسلام، صور باسم الدين تطعن في الدين، خلت بعض الشباب يهتزوا في صلتهم بربهم، يهتزوا في صلتهم بالدين بسبب بعض أفعال المسلمين. خذوا من قصة سيدنا سلمان عبرة. سيدنا سلمان ما تأثر، ما تغير، بل ازداد إصراره على أن يذهب وينشغل بخدمتي ويرتبط بأهل علم صادقين. طبعا أهل القرية بعد ما ذهبوا إلى المكان ووجدوا الكنوز 7 قلال من الذهب والفضة، وجدوا أموالهم، ما دفنوا بل صلبوه ورجموه وضربوا وهو ميت وتركوه هكذا. ثم بعد ذلك اختاروا لهم راهب آخر، أسقف آخر. ثم بعد ذلك قال له: أنا أتيت من بلدي أريد ارتباطا بهذا الدين وخدمة وتعلما. قال له: ابقى عندي. فرأى بأم عيني من العناية والرعاية والفضل والزهد والصلاح ما لم يره أبدا حتى اطمأن بعد ذلك، فخدم هذا الأسقف حتى مات. يا ترى ما الذي حصل بعد ذلك؟ ما زلنا متواصلين في الحديث، ما زال للحديث بقية، ما زلنا مع قصة الباحث عن الحقيقة، ما زلنا مع قصة سيدنا سلمان الفارسي وإحنا في أولها، وفيها من الدروس والعبر الشيء الكثير. حنواصل الكلام في قصة سيدنا سلمان، وكل واحد منا له نصيب من هذه القصة ببحثه عن الحقيقة. أسأل مولا سبحانه وتعالى أن يذيقنا حلاوة الإقبال عليه، وأن يرزقنا من عين العناية وسر الرعاية ما رزقها سيدنا سلمان. اللهم آمين يا رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اسجد لله، اسجد لله، اسجد لله، لله واقترب.